بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. النهاردة أحباء الأفاضل هنتعلم مع بعض إزاي نعمل شتلات من شجرة الجارونيا أو الجارونيوم أو الخبيزة. وطبعا اسم الخبيزة دوت جاي من إنها الورقة بتاعتها شبه الخبيزة اللي احنا بناكلها، الخبيزة العادية. طبعا شجرة الجارونيا بتتميز بورقها بشكله المميز الجميل، وكمان له ريحة طيبة جدا، وكمان بتتميز بلون زهرتها الجميلة اللي شكلها مميز برضو، وألوانها المختلفة. ففي منها ممكن ألاقي أحمر، وألاقي البامبي، وألاقي الأصفر، وألاقي الأبيض. طبعا بنستخدمها ان احنا بنزين لو عندنا حديقة او الشرفات، عندي في بلكونة عندي ممكن احط فيها قصيص وفي شتلة، فظاهرتها حلوة وشكل ورقة حلو. وهنيجي مع بعض احباء الافاضل لأول خطوة هنعملها لعمل شتلة منها عن طريق العقل. طبعا انا ممكن اعمل شتلات منها او اعمل انبات منها عن طريق البذور وعن طريق العقل. طبعا طريقة العقل هي الطريقة الاسرع. وهنيجي زي ما حضرتكم شايفين لاول خطوة من خطوات عمل شتلات من شجرة الجوارونيا. ادي هنيجي هنختار في افرع عندي كتير اهي، هنختار فرع زي دوت مثلا ونقصه من على بعد 15 سنتي، يعني مثلا اهو بسم الله نختار عقلة او فرع على مسافة مثلا يبقى طوله 15 سنتي او 10 سنتي ينفع برضو. باقي الخطوة اللي بعد كده اللي انا بنزع كل الاوراق اللي في العقلة زي ما حضراتكم شايفين، كل الأوراق بنزعها وبترك الورقتين الصغيرين اللي في المقدمة دول فقط. طيب حضراتكم هنيجي نسأل ليه أنا شلت كل الأوراق وسبت الورقتين الصغيرين اللي فوق. طبعا الإجابة هتكون هنا لأن دي عقلة لسه ما فيهاش أي جذور، فبشيل الاوراق ديت عشان ما تبقاش عبء على العقلة ان هي تكون فرض عليها اللي هي لازم تغذيهم. يعني لو سبت الاوراق ديت لازم الاوراق ديت هتعتمد على العصارة اللي داخل العقلة، فهيبقى عبء عليها، فممكن احتمال كبير تموت. فانا بشيل الاوراق ديت بحيث اريحها، وبحيث يكون كل تركيزها على الأوراق الصغيرة دي بس، إن هي تكبرها وإنها تعمل جذور. الخطوة اللي بعد كده أحبائي الأفاضل بكون مجهز قصيص في تربة. طبعا أي تربة عندي بتنفع، تربة رملية أو سوداء أو خليط. طبعا الجارونيا بتحب التربة الخليط بالسماد العضوي. طبعا أنا عنده تربة خلطتها ببعض السماد العضوي اللي هو طبعا بقايا الطيور او بقايا بأبقار، بقايا ماعز، بقايا حمام عندي، وبخلط التربة بحفنة منها. طبعا انا بكون مبلل القصيص والتربة عندي مبللة، بكون معايا خشبة كده وعصاية بعمل فتحة في النص وبسم الله وبغرس تلت العقلة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بديها شوية مية، بغمر المكان بالمية، وبعدين احطها في مكان الشمس بتيجي فيه. وبالنسبة للري، شجرة الجارونيا يعني ما بتحبش المية، يعني انا هرويها كل 3 ايام مرة. ونتابع مع بعض. ودلوقتي يا احبائي الافاضل ادي عقلة او شتلة الجارونيا بعد مرور 25 يوم من زراعتها. زي ما حضراتكم شايفين بدأت الاوراق الورقتين الصغيرين اللي كانوا فيها بدأوا يكبروا، وبدأ يطلع
أوراق أو براعم جديدة في النص. حتى هنا بدأ يطلع أوراق صغيرة جديدة. هنتابع مع بعض لحد ما الأوراق دي تكبر ونشوف عملية النمو بتاعتها. وزي ما حضراتكم شايفين، ادي عقلة الجارونيا او الخبيزة بعد مرور شهرين من زراعتها. زي ما حضراتكم شايفين الاوراق بدأت تكبر وبدأ يطلع اوراق صغيرة في المقدمة. طبعا انا بتابع معاها لحد ما الاوراق تكتمل والزهور الجميلة بتاعتها تطلع. اتمنى احبائي ومتابعين الافاضل ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله تجربوا الطريقة وتنجح معاكم. وما تنسوناش بدعمكم لينا بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.